يقول السائل: شاب تحصل على شهادة جامعية عن طريق الغش في الامتحانات، فهل يجوز له العمل بتلك الشهادة؟ هذا يقع كثيرا، والغش حرام. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فهو فعل محرما، فعل محرما. وهذه الشهادة شهادة زور كذب، لا يتقدم بها لطلب الوظيفة، لأنه سيزاحم غيره، سيزاحم غيره من يحملون شهادات صحيح. هو يحمل شهادة مزيفة وغيرهم يحملون شهادات صحيحة، فهو يزاحمهم، ربما يقدم عليهم. فعليه أن يتوب إلى الله من الغش والتزوير، وأن إن أمكن يكمل الدراسة تكميلا صحيحا، يدرس دراسة صحيحة، وإن لم يمكن فيطلب الرزق بغير هذه الشهادة، يطلب الرزق بغير هذه الشهادة. نعم.